الحمد لله، انا اول حاجه نشكر فرقه الفوز، وان شاء الله احنا هذه البديل تاعنا وبدنا جديد، وان شاء الله تكون بدايه خير. اول اختبار ويدي اليوم امام بوليفيا، كيف شفت المباراه؟ كما يقول لك اول اختبار، وان شاء الله الماتش ماتش اللي صعيب ويكون خاسرين جوج مباريات كما رجعنا، وان شاء الله ما نزيدوش نديروا الفوز نديروا الخطره الجايه ان شاء الله. ايش كان الاتصال مع المدرب الجديد؟ Thank you.